ألمانيا النازية في فترة قصيرة جدا كانت كمان دولة قانون وتلجأ إلى القانون. دولة إسرائيل أقيمت أصلا على خلفية سلب واغتصاب وطن من شعب. وفي الحقيقة التعريف القانوني الصحيح والصريح لما جرى بالنسبة للشعب الفلسطيني هو قضية سرقة وطن. نحن نعاني من ظلم كبير، الغول كبير، والغول بيتشى علينا يوم يوم، بينهش في لحمنا، في النقب، في الجليل، في المثلث، في القدس، في الأراضي المحتفية، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، كل يوم ينهش في الجسم. نفسي أدعس على رأسه هذا الغول. أنا كلنا نفسنا ندعس على رأسه، ولكن الحكي ما بكفي، كل واحد له دور.